بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن ولا. أما بعد، النهاردة إن شاء الله يا جماعة الجزء السادس في كورس كومبيتيا نتورك بلس، هنتكلم فيه عن موضوع في غاية الأهمية وهو الأي بي أدريس. الأي بي أدريس موضوع كبير فيه أكتر من جزء، هياخد أكتر من فيديو معانا إن شاء الله، لأننا مش هنرجع له في كورسات بعد كده. فأرجو إن أنت تركز معايا في الموضوع ده جدا، ويفضل إنك تجيب ورقة وقلم وتحفظ الكلام اللي هيتقال. طيب تعال نشوف احنا هنتكلم في ايه في بارت 1 قبل ما نبتدي في الاي بي ادرس. طيب هنتكلم الاول عن الانظمه العدديه اللي احنا شغالين بيها، اللي هي الديسيمال والباينري والهكسا ديسيمال. قبل ما نتكلم في الاي بي ادرس لازم تفهم الانظمه العدديه اللي احنا بنفهمها واللي الكمبيوتر بيفهمها وشغال بيها. طيب بعد كده هنعرف يعني ايه معنى كلمه الاي بي ادرس. طيب بعد كده هنشوف شكل الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. هو الاي بي ادرس يا جماعه نوعين، نوع فيرجن 4 ونوع فيرجن 6. هناخد الاثنين بالتفصيل ان شاء الله. طيب بعد كده هنعرف ازاي نحول ما بين الديسيمال والباينري، وده اللي هنستخدمه في اي بي فيرجن 4، ودي هتبقى اول المحاضره اللي جايه ان شاء الله. طيب اول حاجه، اول نظام عددي هنتكلم عنه هو نظام الديسيمال. نظام الديسيمال ده يا جماعه اللي هو النظام العشري، النظام اللي احنا بنشتغل بيه واللي احنا بنفهمه كبني ادمين. طيب النظام ده بيكون من 0 ل 9. واحد هيقول لك لا ده 9 ارقام، لا، من 0 ل 9، في الصفر محسوب، يبقى دول 10 ارقام، لذلك بيسمى النظام العشري. طيب من 0 ل 9 هو مبني على احتمالات يا جماعه، بمعنى لو خدنا خانتين كل خانة بت، هنقول مثلا وليكن بنتكلم في الزيرو، فالزيرو الاحتمال التاني بتاعه يبقى زيرو زيرو. احنا عندنا 9 احتمالات لان النظام من 0 ل 9. طيب الاحتمال التاني هيبقى زيرو واحد. طيب الاحتمال التالت هيبقى زيرو اتنين. انت فاهم معايا؟ احنا زيرو زيرو اي زيرو، بعد كده 0 1 1 2 3 4 5 6، النظام اللي احنا بنفهمه يعني من 1 ل 9. بعد كده هناخد افتراض مثلا الواحد هيبقى اول احتمال ليه الواحد 0، اول احتمال ليه هيبقى الواحد 0. بعد كده الواحد 1، يبقى بعد 9 هتلاقي 10 11 12 13 الى اخره. هو النظام ده ماشي بالاحتمالات دي، النظام اللي احنا بنفهمه عادي خالص، واللي احنا بنكتبه والارقام اللي احنا بنكتبها واللي احنا بنكتبها للكمبيوتر. طيب هل الكمبيوتر بيفهم النظام ده يا جماعه؟ هل الكمبيوتر شغال بالديسيمال سيستم؟ لا، الكمبيوتر بيفهم نظام تاني خالص اسمه الباينري. نظام الباينري عباره عن 0 و1. فاكر معايا في الاو اس اي كنت بقول لك لما بتنزل الداتا لحد الفيزيكال، الداتا بتتحول لاصفار ووحايد عشان تطلع من السورس للديستنيشن. طيب هي الاصفار والوحايد دي اللغه اللي بيفهمها الكمبيوتر. يعني انت اي رقم بتديهوله وليكن مثلا 10، هو ما بيفهموش رقم 10، هو بيفهمه اصفار ووحايد. ودي هناخدها ان شاء الله في اخر المحاضره، ازاي احول من الديسيمال للباينري والعكس، عشان نقدر نتجاوب ازاي، يعني ازاي الكمبيوتر ممشي الموضوع وفاهم الموضوع. الاصفار والوحايد برضه مبني على احتمالات، الصفر والواحد والواحد والصفر، واحد وواحد، الواحد صفر صفر، بعد كده انت فاهم معايا خانتين بعد ما يتقفلوا تخش على 3 خانات، بعد ما يتقفلوا تخش على 4 خانات الى اخره. طيب في نظام تالت موجود معانا هو الهكسا ديسيمال. طبعا يا جماعه الانظمه العدديه اكتر من كده، بس ديت الانظمه اللي احنا هنستخدمها في مجال الشبكات. يبقى عندنا اول حاجه الديسيمال، ده النظام العشري اللي احنا بنفهمه. طيب تاني حاجه نظام اسمه الباينري، ودوت النظام اللي بيفهمه الكمبيوتر اللي هو الاصفار والوحايد، تبقى ذبذبه كهربيه. طيب تالت حاجه نظام الهكسا ديسيمال. الهكسا ديسيمال عباره عن النظام العشري بلس بعض الحروف من A للإف، A B C D E F. طيب النظام ده بيستخدم في ايه؟ النظام دوت يا جماعه هتلاقي الاي بي فيرجن 6 شغال بيه، فلذلك هنعرف برضو ازاي بنكونفرت من الديسيمال للهكسا ديسيمال، بس دوت ان شاء الله في محاضرات الاي بي فيرجن 6. طيب
وهتلاقي الماك ادرس لو تفتكر معايا الفيزيكال ادرس، الماك ادرس بتاع كارتة النتورك ده برضو شغال بالهيكسا ديسيمال. طيب الهيكسا ديسيمال برضو مبني على نفس الاحتمالات، مفيش اي جديد، هتلاقي صفر من صفر لتسعة عادي خالص، وهتلاقي الواحد بياخد احتمالات الواحد اللي هو العشرة والحداشر والاتناشر والتلاتاشر، وقبل الارقام بتضيف الواحد، وقبل الحروف سوري بتضيف رقم واحد، يعني هتلاقي 1A 1B 1C 1D 1E الى اخره، ماشيه بنفس الاحتمالات ديت لحد ما تخلص الارقام بتاعتها. طبعا يا جماعه هتلاقيها ارقام ما لا نهايه. طيب تعال بقى نخش في الموضوع التاني اللي هو الاي بي ادرس. ايه معنى كلمه اي بي ادرس؟ طيب احنا دلوقتي يا جماعه كل واحد في الدنيا بيكون ليه عنوان بيميزه عن الاخر، يعني ممكن تلاقي مثلا اتنين ساكنين في نفس العماره انما كل واحد في شقه، فزي ما البني ادمين ليهم عناوين، او بلاش نقول ليهم عناوين، كل واحد ليه رقم بطاقه مختلف عن الرقم اللي هو الرقم القومي بتاعك، الرقم القومي مختلف عن الرقم القومي بتاع صاحبك، عن الرقم القومي بتاع اخوك، عن والدتك، عن والدك الى اخره، فهو رقم بيميزك عن غيرك، ما ينفعش حد ياخد نفس الرقم. برضه يا جماعه اجهزه الكمبيوتر نفس الكلام، اجهزه الكمبيوتر ليها رقم اسمه اي بي ادرس، الرقم دوت بيتاخد لجهاز واحد بس بيميزه عن غيره في الشبكه. يبقى زي ما البني ادمين ليهم مثلا رقم قومي، برضه اجهزه الكمبيوتر ليها رقم واحد، هو الرقم دوت احنا كنا قلنا عليه قبل كده او كنا سميناه اللوجيك ادرس، دوت بيميز الجهاز عن غيره، ما يقدرش اي جهاز تاني ياخده في الشبكة. طيب هل الأرقام دي بتتاخد للكمبيوتر بس؟ لا، الأرقام دي يا جماعة بقت تخش في كل حاجة دلوقتي، يعني هتلاقي الكاميرا بقت بتاخد أي بي، تلاقي في حاجة اسمها أي بي كام، هتلاقي الموبايلات بتاخد أي بيهات، اللهم صل على النبي، هتلاقي الراوترات بتاخد طبعا أي بيهات، الإنترفيس بتاع الراوتر ما بيشتغلش إلا بأي بي أدرس، هتلاقي السويتشات دلوقتي بتاخد أي بيهات، يعني هو حتى أنت في الرسمة هتلاقي التلاجة بتاخد أي بيهات مع الوقت، يعني ما فيش حاجة دلوقتي مش هتاخد رقم أي بي أدرس. طيب ايه شكل الاي بي ادرس ده يا جماعه؟ طيب الاي بي ادرس هو نوعين، نوع اسمه اي بي فيرجن 4 ونوع تاني اسمه اي بي فيرجن 6. طيب احنا مش هنتكلم عن الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6، لا احنا عايز اوريك شكل الاي بي فيرجن 4 ايه وشكل الاي بي فيرجن 6 ايه. احنا هنبتدي في المحاضرات بتاعتنا بالاي بي فيرجن 4، هنخلصه وبعد كده نخش على الاي بي فيرجن 6. بالمناسبه الموضوع دوت مش كامل في كورس النتورك بلس، هو اجزاء منه، انما احنا هنخلصه لان انت لازم تبقى فاهم اي بي ادرس، مش شرط، انا زي ما قلت لك انا ممكن اخرج عن المنهج، مش هنلتزم بالمنهج بشكل كبير، وده ان شاء الله يكون الاصلح لي. طيب شكل الاي بي فيرجن 4 زي ما انت شايف كده بيكون اربع خانات، كل خانة اسمها اوكت، تمام، يعني دي اوكت دي اوكت دي اوكت دي اوكت. طيب كل اوكت بيتكون من 8 بت، يبقى ده 8 وده 8 وده 8 وده 8، يبقى هو اربع خانات، كل خانة اسمها اوكت، كل اوكت بيتكون من 8 بت، وده شكل، وده السبنت ماسك الخاص بيه، هو القناع بتاع الشبكه، هنتكلم عنه بالتفصيل وازاي نقسم الشبكات عن طريق السبنت ماسك. طيب وده الجيت واي بتاعه بيبقى رقم برده نفس الكلام، الجيت واي ده يا جماعه اللي هو رقم الراوتر، لذلك الراوتر لازم ياخد اي بي ادرس. انت حتى لما بتيجي لو حصل عندك عطل في الدي اس ال وجيت اتصلت بالشركه هتلاقيه بيقول لك اكتب رقم اي بي الاي بي بتاع الراوتر او الدي اس ال موديم اللي عندك في صفحه الانترنت عشان تبتدي تخش عليه. طيب فبكل بساطة هو ده شكل الاي بي فيرجن 4، بيتكون من 4 اوكت، كل اوكت فاصل بينها دوت، طيب وكل واحدة فيهم 8 بت. هنفهم بقى الكلام ده ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله اللي هي الخاصة بالاي بي فيرجن 4. طيب شكل الاي بي فيرجن 6، بص بقى الاي بي فيرجن 6 بيتكون من ادي 1 2 3 4 هو 8 اوكت، 5 6 7 8،
طبعا بقى موضوع مختلف خالص، مش هنتكلم عليه خالص دلوقتي إلا في محاضرته. أنا حبيت بس أوريك شكله ممكن يكون عامل إزاي. طبعا بقت أرقام كبيرة جدا ورقم مهول، إنما إن شاء الله أنت هتلاقيه سهل جدا مع الوقت، ومكتوب طبعا بالهيكسا ديسيمال اللي هو نظام العدد الثالث اللي احنا خدناه اللي هو حروف وأرقام. طيب تعالى بقى ازاي نكونفرت من الديسيمال للباينري او العكس. طيب الارقام اللي هنكتبها دي هتحفظها زي اسمك، هنكتب من اليمين للشمال يا جماعة، 1 2 4 8 16 32 64 128. طيب هتركز معايا الله يخليك في المجموعة ديت، لأن كل اللي جاي في الأي بي والسبنتنج هتلاقيه مبني على القصة دي. طيب طريقة التحويل يا جماعة من الديسيمال للباينري فيها أكتر من طريقة في الحساب. لو أنت راجل خريج هندسة هتقدر تعوض بطريقة القسمة، هتقدر تعوض بالطريقة دي ودي أسهلهم اللي أنا هوريها لك، وهتقدر تعوض بالآلة الحاسبة ودي أسهل طبعا وأسهل. وفي مواقع بالمناسبة بتخش عليها، يعني لو كتبت على جوجل وقلت له كونفيرت مثلا بتوين باينري اند ديسيمال اند هيكسا ديسيمال، هتلاقي جاب لك موقع كده هو بيعمل لك العملية الحسابية دي، انت بتدي له الرقم وهو يروح محولها لك. بس طبعا انت لازم تكون فاهم انت بتحولها ازاي مانوالي، لازم دماغك تكون حاضرة لان بيتسأل فيها كتير جدا في الانترفيو. طيب دول عددهم كام يا جماعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، دول 8. لو تفتكر معايا الاي بي ادرس زي ما انا قلت لك 4 اوكت، كل اوكت بيتكون من 8 بت، يبقى لذلك هما دول 8 ارقام. طيب تخيل معايا مثلا ان انا عايز احول رقم ديسيمال مثلا وليكن رقم 10، شكله بالباينري هيبقى كام؟ طيب بكل بساطة يا جماعة، رقم 10 ده هنشوف ايه الارقام اللي من هنا لو جمعناها يدينا رقم 10، والرقم اللي هينفع معانا هنحط فوقيه رقم 1. يعني 10 عبارة عن كام هنا؟ عبارة عن 2 و8، 2 و8 10، والباقي كله صفار. يبقى احنا ال 128 خدناها؟ لا، يبقى نحط مكانها صفر. ال 64؟ لا صفر. ال 32؟ لا، يبقى نحط صفر. ال 16؟ لا، يبقى صفر. طب ال 8 خدناها، يبقى نحط مكانها 1. طب ال 4؟ لا ما خدناهاش، يبقى صفر. طب ال 2 خدناها، طب نحط مكانها 1. طب ال 1 ما خدناهوش، يبقى نحط مكانها صفر. يبقى ده يا جماعه رقم 10 بالباينري. طيب تخيل معايا مثلا ان احنا عايزين رقم 30، نشوف ايه الارقام من هنا اللي تجيب 30. طيب ال 32 مش هينفع طبعا، يعني من اول هنا اكبر يبقى كل ده مش هينفع، يبقى احنا هنبتدي من ال 16. طيب ال 16 هناخدها. طيب لو قلنا 16 و4 ادي 20، و8 28، و2 ادي 30. طيب يبقى رقم 16 ده يتكتب ازاي؟ بالباينري. ال 128 خدناها؟ لا، يبقى هنحط مكانها صفر. ال 64؟ لا، هنحط مكانها صفر. طيب ال 32 ما خدناهاش، هنحط مكانها صفر. طيب ال 16 خدناها، ال 8 خدناها، ال 4 خدناها، ال 1 خدناه. طيب سوري ال 2 خدناها. طيب ال 1؟ لا، يبقى صفر. يبقى ده كده يا جماعة رقم 30 بالباينري. طيب
طبعا بقى يعني انت هحط اي رقم، مجموع الارقام دي يا جماعة لو انت جمعتهم هتلاقيهم 255. طب ليه 255؟ هل الموضوع كده مكتوبة عشوائية؟ لا، لان اكبر رقم اي بي ممكن تاخده في الاي بي فيرجن 4 هو 255. الاي بيات بتبتدي من 0 ل 255. يعني انت لو جيت قلت لي عايز اطلع 254 مثلا كباينري، هتلاقيك خدت كل الارقام ديت ما عدا الواحد. يعني هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 0، هتلاقي 7 1 و0. لو 255 هتلاقيهم 8 1، دول 255. طيب ازاي بقى نحول للعكس؟ عشان احول من الباينري للديسيمال، افرض انا جالي الرقم ده بالباينري وعايز احوله للديسيمال، نفس الطريقة هنكتب الارقام. 1 لازم تحفظ الارقام دي، 2 4 8 16 32 64 128. طيب تخيل معايا بقى ان هو جاب لك رقم كده مثلا، قال لك ده 3 1 0. بس طب احنا متعودين ان احنا 8 بت، يعني احنا بيطلع لنا 3 ارقام. طب هو هنا اداني 5 ارقام بس. طيب طالما ادك 5 ارقام يبقى كل اللي على الشمال اصفار. يبقى احنا هنبتدي دايما يا جماعة لما تيجي تحول من الباينري هتبتدي من اليمين، لما تيجي تحول من الباينري للديسيمال هتبتدي دايما من اليمين. طيب يبقى احنا هنيجي هنا تحت الواحد هنحط 0. طيب الاتنين هنا خدناها هو 1، خد بالك معايا 1 اهو خدناها. طب الاربعة خدناها، التمانية خدناها، 16 خدناها. طب الباقي اصفار. طيب يبقى فاكر معايا الرقم ده كام؟ الرقم ده 30، نفس الرقم اللي احنا حولناه. يبقى الرقم ده هيساوي 30. طيب تعال ناخد رقم تاني، ناخد بقى رقم احنا ما خدناهوش مثلا، تعال نكتب التمانية بيت كاملين. سبعة تمانية مثلا، تعال نشوف الرقم ده هيساوي كام. هنبتدي من اليمين للشمال. طيب رقم 1 هنا خدناه، 2 خدناه، 4 لا. طب التمانية لا. طب الستاشر ال32 لا. ال64 ال128 لا. يبقى كل اللي احنا حاطين عليهم رقم 1 هتحسبهم هيديك الرقم بالديسيمال. طبعا يا جماعه الموضوع يعني سهل جدا، وطبعا انت مع الوقت يعني احنا في جزئيه كده هناخد فيها الماجيك اوف نمبر 2، اللي 2 اس كذا و2 اس كذا و2 اس كذا، حاجات دي تحفظها، وهديك بعض الارقام متحوله جاهز من الديسيمال للباينري هتحفظها، ومن الديسيمال للهكسا ديسيمال للباينري جدول كده لو حفظته هو ده معظم او اغلبيه الاحتمالات اللي بتيجي قدامك واللي بتكون موجوده في اغلبيه الكورسات. لو حفظت الجدول دوت هتلاقي الموضوع سهل جدا بالنسبه لك. طيب احنا مش هنقول اكتر من كده المحاضره ديت، اظن الكونفرت سهل جدا، هتحفظ بس المجموعه العدديه اللي قلت لك عليها ديت، وهتقدر تحول اي رقم. انت حط اي ارقام، يعني انت مثلا حاول تحول مثلا انت في البيت وانت قاعد رقم 50 ورقم 60 مثلا ورقم 90، تلاقي نفسك حولتهم بكل سهوله والموضوع سهل جدا معاك طالما بس فهمت العمليه ماشيه ازاي. طيب وقبل ما نختم انا ممكن اوريك الموضوع ماشي ازاي بالكالكوليتر. طبعا الستاندر العادي مفهوش، فانت هتقول له فيو وقول له انا عايز الكالكوليتر بتاعت البروجرامر. طيب ما تيجي نشوف. طب رقم 30، حولنا رقم 30، هقول له لا بص الانظمه هنا ايه،
احنا شغالين بالديسيمال. طيب ممكن تحولوا لي بالهكسا ديسيمال هتلاقيه 1 اي. طب ممكن تحولوا لي بالباينري اهو هتلاقيه 4 وحيد 0 زي ما احنا كاتبينه بالظبط، طبعا الباقي هنا اصفار. فهتلاقي طبعا بالكالكوليتور الموضوع سهل جدا، بس انت ما تعتمدش على الكالكوليتور لان احنا هنحتاج تبقى دماغك حاضره في الموضوع ده بالذات. طيب احنا مش هنقول اكتر من كده يا جماعه في المحاضره ديت، اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره اللي جايه اللي هي هتكون خاصه بالاي بي فيرجن 4. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.